دايرين؟ لاباس عليكم. كدير مع الصحيحه؟ كدير الوليدات الاميمات؟ جيت معكم هاد النهايه نبداو الصلاه على النبي، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد وعلى اهل اصحابه اجمعين. جيت اليوم اخواتاتي بغا ندير شويه البغرير، وغادي نديرو بالقمح، القمح من خالتو انا تنديرو صحي وزوين وماشي ضار في مصران لا في والو. غيجربوه ان شاء الله، نتوما تشوفوه معايا. المهم هنا غادي ندير معلقة ديال الخميرة، انا ما عندي فيه لا سكر لا والو، معلقة ديال الخميرة فورية، وعدنا المليحة على حساب الذوق، نخلطوها بحركة باش تخلط ديالك الخميرة مع الملحة والماء سخون. والكميه ديال الدقيق راه تتبقى على حسب كل واحد واش عنده. والقمح من خالته، بسم الله بارك الله، ولي ما هو خفيف ما هو ثقيل. غندوز دابا باش نطحنو بحال هكا، غندوز دابا باش نطحنو بمونينيكس بحال باش نطحنو مزيان. حتى تيولي بحال هكا، ديك الساعة ملي غنطحنو راه غادي نشوف الا خاصني نزيد الماء غنزيد الماء. المهم هذا هو الحد ديالو، ما تنعاودش نزيدو. هانتوما البنات طحنتو، هذا هو القوام ديالو كما قلت لكم، ما جاري ما خفيف بحال هكا، ومن سميتو يطحن مزيان ويكون القمح مسمد، ما يكونش داك النخال غليظه تيكون مسمد، حتى تسمدو عاد مطحونه بحال هكا. هذا هو القوام ديالو. دابا انا غادي نخليه يخمر، نخليه يخمر ونغطيه ونخليه يخمر مزيان، وملي بغا نطيبو غنرجع معاكم. يلا البنات، ها البغرير ديالي خمر، هو تنخلطو عير شويه. هذا هو القوام ديالو كما قلت لكم في الاول، هذا هو القوام ديالو، تنخلطو بحال هكا. دابا راه خمر مزيان، ما تنخليهش يخمر بزاف، عير يدير بحال هكا صافي تنحيدو. دابا راه غادي ندوز باش نديرو في المقلة، والحجم ديك الساعة اللي بغيتو نتومايا، يا كبير يا صغير داكشي اللي تيبقى ليكم نتومايا. والبريريت ديالنا يا لالا تيتشحر حدانا، والحرشة اللي سمحوا لي البنات، أنا عاد بالي راه تنصور، كان الزوج ديالي خرج عاد بالي تنصورها، وملي جيت نقلب ستراسي ما مصوره والو. ها هي دابا نشاركها مع خواتاتي مره اخرى ان شاء الله، سمحوا لي والله الا كنت بغيت نشاركها معكم. والبغرير ها هو تيتشقب قدامكم، راه غير القمح بنو خالته ما درتش فيه لا فورس ولا حبيبه ولا والو، القمح بنو خالته تنطحنو مزيان في موينيكس، وانا ما درت فيه لا سكر لا خماره لا والو، الخميره ديال الخبز فوريه والمليحه صافي. انا راه هوايا، انا راه ما عمري ذقت البغرير بالقمح بنو خالته، ان شاء الله برعينا الله يعطيك صحتك. فيتها دايره شي جوج مرات هو ما كانش، كنت غير انا والوليدات كان هو خدام، داكشي علاش. ها انتوما كلاو ما خلاوش ليا حقي، تياكلوها بوحدهم. غتفضح لي، غتشوهني مع خواتاتي. هما ما لياش فيا.
بلاستيك ديال البلاستيك ما عندكش؟ انا ما بلاستيك تحرقات ليا هي جات نوضها هي البنات راه ما تيلصق ما والو. خليها بلاتي خليها بلاتي. ها هي البنات وديال القمح صحيحي وراه ما نقولش لكم على الخفه ديالو كيفاش داير. انا غنعاود معاك قبل جاتي واحد. الله يعطيك الصحه. غير جربوا على حسابي خصوصا الا كانت شي مقله صغيره راه غادي تديروا. انا عندي المقله خسرات ليا عندي غير هذه كبيره. جربوا ردوا لي راه يجيكم زوين وصحي البنات. ندير زويف في النار. ايا تطلع. راه تتقب. انا تعجبني وليت تنديرو غير هو على الطحين. تعجبني الصحي ما تيضرني في المعدة ما والو. ولا ما تيضرنا في المعدة لا في والو جربوه وردوا عليا. حيت راه هاد القضية ديال البغرير بالقمح بالخالتة راه ما كاينش اللي عارفها. راه تيعجبني انايا تيجي زوين. يقدروا يكونوا يعرفوه الاخوات. قليل. يقدروا يعرفوه الميمات و أخو العيرة تبارك الله قاعد يعرفوا كل شيء. المهم طريقتي بغيت نشاركها مع خواتاتي وراه صحي صحي وما تيهضر ما يهضرش في الكرشاد ابن خالتو صحي بزاف كاع هاي تتشوفوا تتشقب قدامكم هاهو تنحيدو قدامكم ما تيلصق ما والو. ها نتوما هيا تبارك الله خفيفة. المهم تنكمل خواتاتي ونرجع معاكم باش ما نطولش عليكم. يلا البنات خواتاتي ها بغرير كملتو صدقوني البنات والله إلا تيجي زوين. أنا راني دهنتو بزيت البلدية وها العسل اللي بغا يدير العسل راه تيدير العسل وراه تيجي صحي في 100%. انا ما درتش لكم تجربت شحال من راه ما تيضرش في المصران. وها نتوما يا البنات واللي بغا يدير فيه الكوفيتير ها نتوما البنات راه ما تيتعجن ما والو. ها نتوما ها نتوما تبارك الله صل على النبي. كيما قلت لكم ما درت فيه لا الطحين لا والو. القمح بنو خالته خلطته قدامكم وطيبته قدامكم ما تيجي خفيف ما تيتعجن ما والو. اللي بغا يدير ليه كونفيتير ولا بغا يدير ليه العسل يديرو لكم الاختيار. وها الحرشه ديالنا قلت لكم سمحوا لي انا كنت نسحب راسي تنصور وانا ما صورت والو سمحوا لي بزاف. سمحوا لي ما برديت. يلا البنات ها الحرشة قطعتها كيما قلت لكم ها كيفاش تجي تجي رطبه وزوينه وصحيه هي بالقمح من خالته. انا على ودي السكر عندي تنبغي ندير داكشي من خالته زائد صحي ما تيضرك لا في المصران المعده ومزيان حتى للوليدات ديالك تياكلوا شي حاجه صحيه. انا ما تنبغيش نبقى نجيب داكشي ديال الكمير والخبز صراحه تنبغي داكشي على ايديا. وقبلوا على خوتكم وهاد الكيك ديال اتاي تنهدي على المغاربه وخوتنا الجزائر والتونسيات ومصر لبنان ليبيا قطر كلشي كلشي جميع الدول. يسمحوا لي انا نسيت وحدين شي وحدينات داك الكومنتات اللي تخليو لي الزوينه. الله يرحمك انا خواتاتي وخوتي والله لا تنشكركم بزاف وكاع لي تيشاهدني وتيعطيني سويعة من وقته شكرا ليه. واخا انا باقي يلاه جديدة ويلاه بديت والقناة ديالي باقا صغيرة وكاكو تيعطيوني وقيت من وقته مغيرة. شكرا لكم اخوتي وخواتاتي بزاف قبلوا على خوتكم سعاد ومتنساونيش من البصيمة متبخلوش عليا ورنوا الجرس واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد ديالي وتنشكركم بزاف
والله يسهل عليكم، واللي ما عندهاش دريه الله يفك حزامها ويسهل عليها، واللي عندها الله يخليها وليداتها. وسمحوا لي بزاف هذا الشيء اللي كاين. والسلام عليكم هذه الساعه، السلام عليكم.